I think the Kurds, the autonomous regime has made it clear. أن الإدارة الذاتية أشارت إلى أنها على استعداد للتعاون ولو بشكل محدود مع النظام السوري والقوات المسلحة السورية، ولكنها تكلمت أيضاً عن تقديم النظام السوري لتغطية جوية للقوات الكردية على الأرض. هم لا يريدون دخول قوات النظام إلى المنطقة لأن ذلك سيؤدي إلى سيطرة النظام على منطقة الإدارة الذاتية، وقد يؤدي أيضاً ذلك إلى القضاء على أي تطلعات كردية في المنطقة، وطبعاً هذا هو هدف النظام على المدى الطويل. أما أمريكا فلا تريد أن ترى أي نزاع. طبعاً أمريكا تتكلم مع إردوغان لكي يتراجع عن هذه العملية، ولكن إردوغان ذكي ويعرف أن هناك تركيز الآن على الحرب في أوكرانيا من قبل روسيا ومن قبل أمريكا ومن قبل حلف شمال الأطلسي، وأن الدول الغربية تريد دخول السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، وتركيا تستعمل حقها بالفيتو ضد هذه العضوية للضغط على أمريكا. لذلك إردوغان ينتهز هذه الفرصة.